سامي كابتن سامي ومصان اختياراته للسبع أسئلة. لاعب الموسم في الأهلي مختار كابتن محمد الشناوي. أحلى هدف بالنسبة لكابتن سامي ومصان مختار هدف محمد شريف في نهضة بركان، اللي هو اللفة الشوطة اللي هو في السوبر الأفريقي. اختار أحلى تصدي للأهلي، تصدي الشناوي أمام بالميراس اللي هو في ضربة الجزاء الأخيرة. أحلى مباراة للأهلي من وجهة نظره مباراة الأهلي والإسماعيلي 4-0 اللي هي في الدوري. في الدوري أولى مباراة الدوري السنة دي. أحسن لاعب صاعد أحمد عبد القادر. لقطة العام بالنسبة لكابتن سامي قمصان لقطة كابتن الخطيب بعد ماتش الجونة لما نزل لهم الملعب بعد خسارة الدوري. بس ما تمام. تمام. أحسن مساندة للجمهور مختار لقطة جمهور الأهلي لما ساندهم بعد خسارة الدوري. أوكي. جمهور الأهلي. أوكي. ده كابتن سامي تقريبا دماغه قريبة شوية من دماغي. فيعني ماشي، احنا جيل واحد أصله.